ازاي نبدأ، يعني منين نبدأ في طريق محبة الله؟ ويمكن السؤال ممكن ناس تستغربه، يعني ما احنا بنحب ربنا، بس يمكن في ناس كتير عايزة تعرف ازاي نعمل ده وازاي نعمل ده اكتر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي يعني أوصانا وبلغنا إن لله في كل لمحة ونفس 100,000 فرج وسلم تسليما. أولا ربنا بيحبنا قوي، خلقنا وأكرمنا وبيكرمنا وبيحبنا، بيحب كل الناس، بيحب كل خلقه، حتى العاصي بيحبه ويعني بيسامحوا أول على طول، ما يستغفر أو يرجع له على طول، سبحان الله. فيعني ربنا خلقنا وسخر الكون ده كله عشاننا، فدليل ربنا ومنهج ربنا والوصول إلى ربنا سهل أوي أوي أوي، وحبه حلو أوي أوي، حبك حلو أوي يا رب. والله سبحان الله لما يبعت لنا رسائل من حب فينا، سواء الرسل، سواء طبعا كان خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويبعت لنا رسائل جميلة، كلامه، يبعت لنا كلامه القرآن عشان خاطر محدش يتوه أبدا، عشان نستمتع بما خلقنا ليه وخلقه لينا من نعم ومن آلاء ومن يعني خير كبير أوي. سخر كل الدنيا وكل العالم كله وكل الكائنات وكل خلقه عشان الإنسان. شوف إزاي إداه مكانة عظيمة. فنرجع بقى كده، أول حاجة نحبها في ربنا، لأنه ربنا الكامل، ربنا العظيم، ربنا الخالق البارئ المصور. لما نشوف أسماء الحسنى وكده ونقعد نتأمل في كل اسم، سبحان الله، لما أول حاجة كده لما تمسك المصحف وتقري تقولي بسم الله الرحمن الرحيم، أول حاجة بتقوليها إيه؟ الحمد لله رب العالمين. يقوم ربنا يقول لك إيه؟ حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، ربنا يقول مجدني عبدي. مالك يوم الدين، يعني شوفي سبحان الله، يعني إحنا لما بنقف، وأولا الفتحة يمكن بنقراها أقل مرة 17 مرة في الصلوات المفروضة، ده غير كده الفتحة سبحان الله هي فاتحة الكتاب، هي الشافية، هي الناجية، هي أم الكتاب. أم الكتاب ليه؟ لأن فيها كل حاجة، يعني فيها كل التوصيات والوصايا اللي لو بس نتدبرها، يعني لما نقول الله أكبر ونبتدي نقرأ الفاتحة سبحان الله، نتدبر الكلام الجميل اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله إن احنا بنكرره مرة واثنين. وحتى الناس الطيبين لما حتى بيبقوا في تعاقد ولا في أي، يقول لك نقرأ الفاتحة، لما زواج يقرا الفاتحه، لما ندعي يعني للميت ولا حاجه نقرا الفاتحه، يعني لانها هي الشافيه، هي الناجيه، هي ام الكتاب، هي الشافيه بادله كتير سبحان الله. يعني انا واحده من الناس اول ما ابتدي احس بتعب ولا حاجه، بس كوبايه الميه كده نقرا، قل هو نقرا سبحان الله الفاتحه كده 7 مرات، بستشعر ان فعلا ان في كده ري حقيقي. بس الاهم حاجه بقى ما نقولش نجرب، مش حاجه اسمها تجربه مع الله، في يقين، يقين في ثقه وفي يقين منك سبحان الله. ده هو اللي نزل الكلام ده، القران كله شفاء ورحمه ونور وهدايه، ورانا كل، يعني القران ما فرطنا في الكتاب من شيء، تلاقي كل صغيره وكبيره هتلاقيها في القران، لان رسائل ربنا لعباده عشان ما حدش يتوه. وجاب لنا بقى كمان أهدانا وأهدى العالم رحمة للعالمين، مين؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سيدنا النبي يوصينا أقول له إيه؟ أحبوا الله ليه؟ لما يغدوكم من إيه؟ من نعم، نعم فعلا. هتقولي لي أي نعمة الإنسان بيستشعرها في فرحة القلب، في الانبساط، في الرزق؟ في حد في الدنيا اسمه رزاق؟ لا. هو رزق. وبعدين إيه؟ مش رزاق فلوسه بس، ده رزاق جبر خاطر، ده رزاق صحة، يعني ستر. العافية، رزاق الانبساط والانشراح، رزاق في المادة، ورزاق في كل ما يتمناه الإنسان، هو من عند ربنا. يعني سبحان الله، كان واحد كده بيقول، يعني أنت بتسأله بتقوله نحب ربنا فواحد لقى كده يائس كده وقاعد كده، يعني مش هنقول مكتئب لا قدر الله، ولكن حزين قوي، حزين. فكان ابراهيم بن الادهم الحقيقه،
فقال له هسألك ثلاث أسئلة بس ما فيش غيره. قال له إيه؟ قال له أنت سبحان الله يعني أي حاجة رزق هيبقى من غير الله؟ لا. قال له لا طبعا، لا طبعا بالله. قال له ده أول سؤال، لو أنت عمرك يعني ربنا قضي لك العمر في وقت معين، في حد في الدنيا لو قدر الله جه ان ياخره؟ مستحيل طبعا. لا. فقال له طيب لو في اي رزق ولا اي حاجه جايه لك يقدر حد يمنحها اذا كانت جايه من عند ربنا؟ قال له لا. قال له طب بتزعل ليه؟ لما رزقك من الله، ولما حياتك بيد الله، ولما يعني عمرك برضو بقدر الله، ايه بقى اللي في الدنيا يزعلك الا اذا ايه تلجأ الى الله سبحانه وتعالى. هو المحيي، هو المميت، هو الجبار، هو سبحان الله القهار. حتى الجبار لها يعني ردفين، ان الانسان الضعيف والانسان المؤمن بيجبر خاطره، والظالم والعياذ بالله زي ما بنقول بايه بتكسر. صحيح. فشوفي اسماء الحسنى لما احنا نتمعن فيها ونعيش فيها، ولما نقرا القران اللي رسائل ربنا سبحانه وتعالى. بس ايه بقى يعني المفروض رب يعني في حديث يقول لك لا يعذب الله قلبا واعى القران. يعني ما احنا كتير بنمسك المصحف ونقرا جميل كتير حفظه، لكن اهم حاجه قال لك ايه؟ قلب واعى. اذا نقرا بوعي، بفهم، نفهم نفهم. ده اول سوره نزلت على سيدنا رسول الله الاسلام، قال اقرأ. يعني نقرا نتدبر نفهم. يعني لو مسكت المصحف بس كده من اولها، اول صفحه بس كده الفاتحه كده، وتدبرتيها، فاول حاجه ايه؟ هتحمد ربنا. طبعا لازم نحمده، لازم نشكره. خلقنا في من يعني احنا ربنا نفخ فيه من روحه فينا. ولذلك هو اذا كان عنصرين في الانسان اللي هو الماده، الجسد والروح. الجسد عارفينه، ايوه، وخلق من خلق ربنا خلقه من تراب، وهيرجع للتراب ويدوبك ايام معدوده ويبتدي يتحول بقى سبحان الله لغايه ما يبقى فعلا تراب. صحيح. لكن الروح بتاعت ربنا بقى سبحان الله، ربنا ما تعرفيش حتى يعني شكلها ايه، شكل. صفاتها ايه، لا حاجه كده جميله، هي دي بقى اللي بتصعد له، هي دي اللي سبحان الله اللي من خلقه بترجع له. يعني يقول لك ايه ربنا قبض روح فلان يعني. لكن الجسد اللي احنا بقى قاعدين 24 ساعه قاعدين نغذي فيه وننتبه ليه جدا جدا، اكل وشرب ولبس وبتاع، كويس جميل، بس ما فيش اسراف، ما فيش يعني افراط. وده بالك